الحضور ديالي كباقي الزملاء كباقي الفنانين، فجينا يعني باش كذلك نكونوا مشاركين للحضور الفيلم العربي اللي كيشارك فيه ما شاء الله يعني هذا الكم الكبير. فغير بالامس القريب كنا كنشوفوا هذا كان بيبي غير البارح، فاليوم الحمد لله تثبت الكيان ديالو وتثبت الحضور ديالو، والدليل هو هذا الحضور الوازن ديال الفنانين اللي حاضرين اليوم. واش غادي نقول لك، انا عطيني نضحك، انا كنبغي نضحك لانه في داخلي الضحك، فكنبغي نضحك الافلام الجاده نو اي الافلام ديال الحركه بالدرجه الاولى. فالحمد لله يعني كنفتخروا اليوم بانه لو عندنا افلام مغربيه يعني تضاهي بعض الافلام العربيه والفرنسيه والامريكيه كذلك، فهذه نقطه حسنه لانه تعطى دعم قوي للسينما المغربيه. فالحمد لله دابا راه كنشوفوها في اعلى العليين، فما نتمناوش كذلك حتى الاغنيه المغربيه تكون يتعطى لها دعم قوي كما يعطى للسينما المغربيه. كل شيء ممكن كيف قلت فما ينقصنا الا هو الدعم، فلما كيكون دعم كتكون هناك قفزه. فمؤخرا ولينا كنشوفوا في الاعوام الاخيره بانه افلام تشارك في كان وتشارك، هذا كله دعم. فلما كيكون الدعم المادي فثقي بي بانه نقدروا نمشيو لهوليود نحلموا، ولكن من الحلم يجي الحقيقه ان شاء الله. وكاين بزاف يعني كاين بزاف منهم هاد الشباب اللي طالعين دابا ومنهم هذا، ولكن تيبقى بالنسبه لي انا النمبر 1 وهو سيدي محمد الجوم. الجديد ديالي بانه صدر لي مؤخرا واحد 3 ديال الاغاني من كلماتي وتلحيني، وكذلك تعاملت مع بعض الشباب اللي صوروا لي كيدوزوا في بعض المحطات التلفزيونيه وكذلك في لي غاديو. فان شاء الله وكاين البوم ديال الاطفال، لانه كيعرف الجميع بانه دائما كل سنه يعني كننتج البوم خاص للاطفال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب.